حاليا مع الاسف عم يهددني ويقول لي انه هو رح ياخذ قناتي. بس انت شخص خبيث، انا اول شخص كنت رفيقك قبل الياسمين وقبل كل الفريق اللي معك وتخبصنت معي. يا جماعه بيضحكوني العالم اللي بيطلعوا بيحكوا عن الخبصنه وهن اخبث خلق الله. من بعد نجاح كتير كبير حققوا فريق فافا نابولي على يوتيوب، ومن بعد فترة كتير كبيرة من العمل مع بعض والتضحية من أجل بعض، بلشت المشاكل والمناوشات تظهر بعد ما قررت ياسمين تكت الخروج من الفريق والعمل على قناتها بشكل حر. قلتلكم أن اليوم رح أحكي لكم موضوع كتير مهم. مثل ما بتعرفوا أنا أحد أعضاء فافا نابولي، ضليت أشتغل مع وسام لمدة سنتين وعملنا فيديوهات كتير حلوة. صح اشتغلنا سنتين مع بعض، أنا بتشكرك من كل قلبي، اشتغلنا وتعبنا سوا. مبدئيا رح أحكي لكم كيف أنا فتت على فريق فافا نابولي. فنزلت ياسمين فيديو على قناتها على اليوتيوب لتوضح وتأكد خبر خروجها من الفريق، ولتفاجأ الناس برسائل تهديد من طرف ويسام تيكت، وذلك لعدم تقبله لموقف ياسمين. فأول ما بلشنا نشتغل سوا وقعني على عقد. أنا كان صراحة عمري 17 سنة، يعني وقعته تحت ضغط لأنه أنا كنت صغيرة وما كنت بفهم أي شيء باليوتيوب، ما كنت بعرف أي شيء باليوتيوب مثلي مثل أي حدا تاني ما بيعرف باليوتيوب. فوسام حاليا مع الأسف عم يهددني ويقول لي إنه هو رح ياخذ قناتي وإنه القناة مو ملكي، إنه القناة ملكه، بس هذا الشيء غلط. القناة لإلي مثل ما شايفين، كمان صار يقول لي إنه القناة مو من حقك والقناة مو ملكك ومن هذا الحكي. فهذا الموقف شفناه من قبل من طرف أعضاء ثانيين كانوا منضمين للفريق وأعلنوا خروجهم لأسباب مجهولة. أهلا فيكم أصدقائي، أنا وسام تيكت. أنا استغليت بنت بلدي وشهرت وسويت فيديوهات واستعملتها وبالآخر زتيتها بدون أي شيء وكفيت لحالي بالقناة. وسمعتوا الخبر؟ أنا هيك، هذا أنا، هاي حقيقتي. أنا عطول هيك بتعربش على الناس، شيلوا السبسكرايب، هذا أنا، هاي حقيقتي. طبعا أصدقائي، قبل ما أحكي لكم شو القصة، حابب لكم أنه أنا أبدا ما كنت مضطر أني أطلع برر. أما ياسمين وخوفا على قناتها فتحت قناة احتياطية باسم ياسو تيفي، حيث تمكنت من تخطي 400,000 مشترك خلال 3 أيام فقط. طيب كيفكم؟ هاي هي قناة الاحتياطية، مشان ما يصير أي قنوات تانية باسمي وتعرفوا إنه هاي هي قناتي. هاي قناتي كلياتكم لو سمحتوا اشتركوا فيها، وعن جد شكرا لكم كتير، وبعرف إنه أنتوا حتوقفوا معي وتدعموني، فشكرا لكم كتير وإن شاء الله منتخطى هاي الفترة وبحبكم كتير. فبعد كل هذا انتظر الناس رد وسام على الموضوع لينزل فيديو بعنوان انفصال ياسمين عن فريقنا والقصة كاملة، ليتكلم على الموضوع أكثر تفصيلا وليبرئ نفسه كمان. وإنما اليوم بدنا نحكي دراما، والله إلي زمان ما صار دراما. يعني أنا بعمل حالي إنه أنا هيك ما بحب المشاكل وما بحكي بالقصة، والصراحة اكتشفت لكم إني أحب الموضوع يعني بدمي صراحة. فاليوم مثل ما انتوا طلبتوا بدي اطلع واحكي لكم ورد، لانه انا يعني نحكي حكي كتير، فانا لازم اطلع واحكي لكم الامور مثل ما هي عن جد. وباي شيء بيصير الواحد لازم يسمع من كل الاطراف، مو بس يسمع من طرف واحد. ودائرة المشكل ما توقفت هون لتزيد اتساعا بدخول جواني بالموضوع بتنزيله لهالستوري، وبين من خلاله موقفه تجاه الموضوع ومساندته لياسمين. كيفكم؟ شو اخباركم؟ يسعد لي هالمساء يا رب، يسعد لي صباحكم وكل ايامكم. قبل ما نبلش الستوري بدي الكل يصلي على سيدنا محمد، صلى على النبي. يا جماعه من فتره طويله والناس بتسالني جواني ليش انت وابو حلق او انت والخبيث تمام ما بتحكوا، ليش بتنزلوا اغاني على بعضكم؟ الناس ما بتعرف الحقيقه.
هذا اللي ما بتسمى حبايبي كان رفيقي من زمان، تمام؟ من زمان وبلشنا سوا ببدايتنا. اكثر التحريض اللي صار على السوشيال ميديا واكثر الناس تحرضت علي وصارت تسب علي وكرهتني من دون ما تعرفني من وراء ومن تحت راسه لهذا الخبيث، تمام؟ اليوم انا هي اكبر مشكله معه انه هو شخص خبيث. تخيل كان صاحبي، انا اول شخص تخبصن معي بكثير شغلات، تمام؟ اليوم بعد طلعوا كثير فريقه، طلعت بعد البرنامج ما بدون ذكر اسماء، بتعرفون طلعوا الكل من عنده، وشي اللي حذفوا قنواتهم وشي اللي تهددوا وشي اللي طلعوا وما حكوا ليش طلعوا، تمام؟ اليوم بيوصلني تاغ واكثر من 2000 رساله من المتابعين انه اتدخل بموضوع ياسمين. ياسمين ايه؟ ومثل ما الكل بيعرف انه انا حاكي على ياسمين. طب ليش انا حكيت على ياسمين؟ حكيت من تحت راسه لما طلع حكى على بيسان وصار يعمل حلقات بالفيديو كليب، فطلعت حكيت على البنت وتدخلت بشغلات ما لازم كنت اتدخل فيها. انا البنت ما عندي اي مشكله معها، الناس عم تقول لي تدخل، انا بتدخل براسي. اي شيء بتحتاجه البنت هي قدام الناس كلها، انا معك يا ياسمين، تمام؟ وهذا الخبيث اللي بتحكي عليه انا ما عم بكون معك لانه انا بكرهه، لا انا بكرهه لويسام، والله العظيم اني ما بكرهك يا خبيث ولا اني واقف ضدك، بس انت شخص خبيث. انا اول شخص كنت رفيقك قبل الياسمين وقبل كل الفريق اللي معك وتخبصنت معي، تمام؟ واليوم اللي عم بصير معهم انا حاسس فيهم، مشان هيك انا بعرف انه ياسمين صادقه وبعرف انه هي معها حق 100%، وبعرف انه كانت تصرف عليك، وبعرف انه انت زلمه ندل، مشان هيك انا معك. هذا مو زلمه، انا بعرف من زمان بعرف هذا الشيء اصلا، وما فيه يواجه اي شيء، ما فيه يواجه، ما فيه يرد اصلا. بشكل عام انا معك، والكل المتابعين يدخلوا يكتبوا لياسمين انا جواني بسلم عليكي، ونحن كلنا معك. والموضوع ما توقف هون، بل نزلت ديسان فيديو على تيك توك حللوا البعض انه حكي ردا لجواني. يا جماعه بيضحكوني العالم اللي بيطلعوا بيحكوا عن الخبسنه وهن اخبث خلق الله، وبيطلعوا بيحكوا عن الاستغلال وهن اكثر الناس مستغله. مو لانه انا ما حكيت عمايلكم والشغلات اللي عملتوها تفكروا حالكم ملاك، مو انتوا الملاك، انا اللي بنت اصل. وختاما للموضوع رجع الناس لفيديو قديم لوسام بيحكي فيه ياسمين وبالذات ياسمين، ركزوا فقط ياسمين. إذا بيوم من الأيام صار في مشكلة بيني وبينها بكون حق علي، من هلا عم اعترف لكم بكون الحق علي، لأنه يعني ياسمين مستحيل من أحسن الناس اللي اشتغلت معها.